شوف أول تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع له. عندها 30 سنة ومن ساعة ما اتولدت وهي عندها ضمور في المخ ورقدة كده. أنا اللي بوكلها وأنا اللي بشربها وأنا اللي بلبسها الكرلس. معايا بنت اسمها مريم، دي عايزة تتجهز، ما معيش فلوس أجهزها. كل ما يجي لها عريس يمشي عشان هي يتيمة ومعهاش جهاز. ربنا يتولاها. أحسن كما أحسن الله إليك، مبدأ مهم في سورة القصص ربنا عز وجل بيأكده لنا علشان نتعلم إزاي نتعامل في الحياة. هل إحنا فعلا بنحسن زي ما ربنا عز وجل أحسن إلينا، خلقنا وصورنا في أحسن صورة؟ محتاجين كلنا نراجع المبدأ ده ونتعامل بمبدأ الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مشوار خير جديد، تعالوا نبدأه النهاردة مع مؤسسة فذكر. كلنا عن ياسمين حالتها ايه؟ انت بتقولي من ساعة ما اتولدت؟ هي من ساعة ما اتولدت عندها 30 سنة، ومن ساعة ما اتولدت وهي عندها ضمور في المخ ورقدة كده. انا اللي بوكلها وانا اللي بشربها وانا اللي بلبسها الكرلس. ربنا اللي يعلم انا بمر بظروف عاملة ايه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معايا بنت اسمها مريم، دي عايزة تتجهز، ما معيش فلوس اجهزها. كل ما يجي لها عريس يمشي عشان هي يتيمة ومعهاش جهاز، عشان هي يتيمة ومعهاش جهاز. حالة يعني مش محتاجة وصف ومش محتاجة كلام، لكن محتاجة كل واحد يسأل نفسه سؤال. أنا مش عليا واجب تجاه حالة زي دي أو تجاه ناس زي دول. إن شاء الله أنا واثق إن ناس كتير مننا لما هتشوف ده أكيد هتتحرك. إحنا قمنا بواجبنا في مؤسسة فذكر، نقلنا لحضراتكم الصورة والباقي على حضراتكم إن شاء الله من بعد ربنا عز وجل. على قد ما عمل الخير بيحتاج لمجاهدة نفس وتعب ومجهود، على قد ما هو كمان ممتع جدا. يعني لما بتعمل الخير بتحس بمتعة وسعادة غريبة. النهاردة احنا سعداء ومبسوطين جدا ان احنا جايين نفرح ام اسلام اللي شفنا حالتها وعرفنا ان بنتها محتاجة للجهاز. بمجهود حضراتكم وبذل حضراتكم ويعني بعطاء حضراتكم احنا جايين النهاردة نفرحها. تعالوا نشوف الفرحة والسعادة اللي هتبقى فيها. زي ما قلت لحضراتكم احنا جايين نفرح ام اسلام ونفرح معاها ونفرح حضراتكم بالعمل الجميل اللي حضراتكم عملتوه ده. ازيك يا ام اسلام؟ الله يسلمك يا استاذ، الله يخليك. الحمد لله يا حبيبي، ربنا يبارك لكم يا رب ويكفيكم شر المرض ويسعدكم طالما انتم ساعدتوا عيله يتيمه، ويبارك لكم يا رب ويبارك لكم. عارفه انا اكتر حاجه بسطاني وسعداني ايه النهارده؟ ان حضرتك المره اللي فاتت كنت مهمومه كده وزعلانه. حبيبي الحمد لله عشان انا شفتك والله يا ابني، والله يا ابني عشان انا شفتك والله. الله يبارك لك عشان انت صدقت العيله يتيمه وقلت لها. الله يحفظك يا رب، يبارك لهم يا رب، يبارك لهم ويجعلك فاعل خير يا رب، يا رب يجعلك فاعل خير لاي حد يتيم. هي مريم كانت مريم مخطوبه صح؟ ايوه مريم مخطوبه لابن عمها. خلاص الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله. الله يحفظكم الله يخليكم يا ابني، الله يخليكم يا رب. طمنينا بقى على اسلام وياسمين. ياسمين ده هي عايزه مرتبه عشان مش بقدر اشيل ادخلها جوه. ايوه وانا بغير لها الكدلس وكل حاجه تمام وكده، عايزه مرتبه تنام عليها. تمام. واسلام بيظبط السكر والله عند الدكتور يعني محمد. الحمد, الحمد لله الحمد لله يا ابني، يا رب يكفيك شر المرض يا ابني، يا رب يسعدك يا حبيبي.